هللويا لشعب الرب في كل مكان. نشكر الرب من أجل فرصة جديدة ونعمة جديدة وقوة جديدة، أنه اليوم الرب انطانا يوم جديد وساعات جديدة لكي نختبر فيها حضور الرب، لأن إلهنا حي، إلهنا ليس بين الأموات، إلهنا حي، والإلهنا قد قام من بين الأموات وسحق إبليس والعدو، قد تم خرابه إلى الأبد، لأنه هو قال أنا هو القيامة، أنا هو القيامة. هاليلويا. اليوم باسم يسوع صلاتي نختبر قوة الملكوت في حياتنا. الملكوت هو ليس كلام ولا ليس أمور تشجيعية، لكن الملكوت هو قوة. ملكوت الله هو وين؟ هو ذا في داخلكم. لا تدور على الملكوت يمنى يسرى، هو داخلك، لكن أنت يجب أن تنطيه المجال أنه يطلع ويشفي ويحرر ويطلع، لأنه ملكوت الله هو شنو؟ سلام، محبة باسم يسوع، في منه؟ بالروح القدس. أمين. اليوم الرب انطانا فرصة جديدة، وما راح أسميها حلقة لأن ما راح نعتبر هاي حلقة، لكن نعتبر أنه اليوم الرب الروح القدس أريد يعلن عن مجده بطريقة جديدة. راح تقولي شنو الطريقة الجديدة؟ راح أقولك يفتح أذهاننا لكي نسمع الكلمة، لكي نختبر الكلمة، لكي الكلمة تدخل في داخلنا وتغير وتجدد أذهاننا، لأن هو يعطينا روح الحكمة والإعلان، شنو؟ مستنيرة عيون أذهاننا. فالطريقة الجديدة أنه ما تعتمد على خبرتنا بالكتاب المقدس، ولا تعتمد على اللي إحنا محضرينه، ولا معتمد على اللي إحنا سامعينه، لكن معتمدين على حضور الرب اللي موجود في وسطنا. اليوم أريد نشارك عن أزمنة الامتلاك. طبعا مشيئة الله من البداية، من العهد القديم، ليس الدوران لكن أنه الامتلاك. شنو قصدي؟ راح أعطي مقدمة قصيرة، وبعدين أكو عندنا ضيف غالي على قلبي جدا، ويعني هو رجل الله الممسوح، قبل ما أعرفكم عليه، لكن أعطي نبذة قصيرة. مشيئة الله كان أنه يطلع الشعب، شعب الله، شعب إسرائيل، إلى وين؟ إلى أرض الامتلاك. ما كانت مشيئة الله أنه هو الدوران حول الجبل، لكنه يصعدون إلى الأرض الذي تفيض لبن وعسل ويمتلكوها. واليوم مشيئة الله أنه نمتلك كل أراضي سلبها إبليس من عدنا، نمتلك كل أمور سلبها إبليس. ممكن بيتك سلب، ممكن سلامك سلب، ممكن فرحك سلب، ممكن صحتك سلبت، ممكن حتى فكرك سلب، يمكن إرادتك سلبت، قراراتك سلبت، شخصيتك سلبت، هويتك سلبت. لحد تقول يا هوية، هوية البنوية سلبت، سلطانك سلب. اليوم الرب يريد يقول لك إنها أزمنة امتلاك، إنه تصعد وتمتلك الأرض اللي الرب وعدك. راح تقول لي يا أرض دخلوها، يقول لك إنه نمتلك كل اللي سلبه من عدنا إبليس باسم يسوع. راح نشوف الرب وروح القدس اللي موجود في وسطنا شنو يريد يقول لنا. أمين. في البداية حب أرحم بأخويا الغالي القس سامح. أنا أشكرك جدا 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 أنه أنت موجود معايا، شرف كبير أنه أنت موجود معانا هذا اليوم. أنت أخ مبارك، أنا أشكرك أنت لبيت الدعوة برغم أنه أنت الآن في مؤتمر في الأردن. القسامح هو راح أتركه يعرف عن نفسه، لكن أنا بالبداية أحب أشكرك لأن وجود رجل الله في وسطنا، وأنا واثق أنه ما دام موجود حضور الله ورجل الله في وسطنا راح يكلمنا، ويكون حضور الله يشفي ويحرر من خلال حضور الموجود باسم يسوع. قسيس حبيبي تفضل. شكرا حبيبي، شكرا أخي صفا، خادم الرب الجميل. أتشرف طبعا أكون في الوقت ده معاك ومع كل مشاهد منتظر الرب في زمن الامتلاك أو نفسه يشوف الرب. أنا سامح ممر من مصر، عندنا وقت طراز كتير حلو في الأردن هلا، فسنة شاركونا في الصلاة لأجل أن الرب يفتقد. كل نفس محتاج الرب، وكل نفس عايز الرب وعايز تلمس الرب في اسمه. أنا نفسي مشغول معاكم نجرب نعمة الرب عن زمن الامتلاك، زي ما كان بيحكي فيها سطة، ده
زمن الانفلات هو لكل مؤمن وقت لسه ما جاش، في زمن امتلاك ليك لسه من حقك ينفع تمتلك، لسه من حقك لو في حاجة لسه ما لمستهاش ولا حطيت رجلك فيها تقدر تاخدها بالإيمان. أنا مشغول أقرأ معاكم بنعمة الرب في سفر يشوع أصحاح واحد، ومن الأعداد الأولى يقول الكتاب كده: وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى. كل موضع، عدد ثلاثة، كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى، من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات، جميع أرض الحسيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تقومكم. عدد خمسة يقول الكتاب: لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم إياها. إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرت بها موسى عبدي. كمان شاهد بكل سرعة في رسالة أفسس، رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الأول وعدد ثلاثة، يقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، فما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبلا لوم قدامه في المحبة، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. ويكمل رسول بولس في الأصحاح الأول من رسالة أفسس عن زمن البركة وزمن الامتلاك. حبايب أخويا صفا لو يديني فرصة وأنا بتكلم، زمن الامتلاك هو زمن كان للعهد القديم في سفر يشوع، زمن في شعب يمتلك أرض الله وعدهم بيها، وعلينا احنا في العهد الجديد كمان هي مش امتلاك أمور أرضية لكن كمان امتلاك أمور روحية سماوية. فمشغول أحكي معاكم في كم نقطة، إيه هي الأمور اللي بتعطل في حياتنا الامتلاك، حياة النصرة وحياة الامتلاك وحياة القوة اللي المسيح قدمها لينا من خلال عمله في الصليب. أنا كمؤمن من حقي معيش مهزوم، معيش مكسور، معيش حاطط إيدي على خدي وببكي لحالي وعمال أقول فين الرب؟ إيه الحاجات اللي تخليني أتعطل؟ إيه الحاجات اللي تخليني أقف قدام الامتلاك أو تخليني مش قادر أمتلك الأرض اللي وعدني بيها؟ أول شيء يفصلني عن الجزء دوت، لو حبينا نحكي مع بعض ونفسي كل واحد يكون بيشاهدنا يسمع الكلام ده كويس، أنت من حقك تمتلك، أنت من حقك تاخد من الرب اللي ليك، لأن وعد الرب ليك كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم يكون لكم أعطيته كما كلمت موسى. حقك كل موضع بالإيمان بتحط رجلك فيه تمتلك. بس إيه اللي عطلني وإيه اللي وصلني للمرحلة اللي فيها أقف وما أقدرش أكمل لقدام؟ أول معطل هيقابلك في حياتك هو عدم الإيمان وعدم الصفة. أول معطل يعطل الامتلاك عدم الإيمان وعدم الصفة. الله بيقول كل موضع تدوسه بطون أقدامكم. في ناس ممكن تكون بتسمعنا دلوقتي بتقول يا ما سمعنا وعظ، يا ما سمعنا كلمات من الناس، يا ما سمعنا كلمات تشجيع، لكن الواقع بيقول غير كده. الحياة نفسها متعبة، الظروف أصعب من إمكانياتي، الحياة فيها تعب، فيها هم، فيها يأس. عمال أصلي أديل زمن وحس إن الرب شوية في مشيئته اتأخر عليا، ففقد الثقة وفقد الإيمان.
عاوز أشجعك لو في عدم ثقة في حياتك. الجندي اللي بيكتب عنه كلمة الله في ملوك الثاني أصحاح 7:2، جندي السامرة المشهور، لما كان بيسمع عن إن الأرض هيحصل فيها، إن إسرائيل وقتها وقت إليشع رجل الله، إن الأرض هتكون كيلة الدقيق بشاكل وكيلتي الشعير بشاكل، فكان في جندي واقف مشهور في ملوك الثاني 7 اسمه جندي السامرة، فبيقول هل الله يفتح كوة في السماء وينزل لنا الكلام اللي بيقول عليه إليشع؟ فكان رد الله ناحيته يقول الكلمات دي: سترى بعينك ولكن لا تأكل منه. عدم الإيمان يوصلني في حياتي، وعدم الثقة في كلام الرب بيوصلني لمرحلة أني أشوف كل شيء بعيني وللأسف لا أأخذ منه. هو ده اللي مرات يوصله لي عدم الإيمان. الله قدير جدا، الله حكيم جدا، الله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. كل اللي بيعطل في حياتي زمن الامتلاك وان امتلك الارض، سواء ارض روحيه او جسديه في حياتي، او امور روحيه او امور جسديه، هو عدم الثقه وعدم الايمان في وعود الرب. بقول يا ما جرينا، يا ما سمعنا، يا ما الناس حكونا، يا ما وعظونا، بس ما في جديد. لكن اشجعك النهارده بنعمه الرب ان الكلام اللي يقوله لك الرب بالروح القدس النهارده تاخده على قلبك وتثقل بيه وتصلي بيه، وما تكونش زي الجندي بتاع السامرة اللي هو كان بيقول هل يفتح الله قوة في السماء، وللأسف تم كلام الله بكل حرب. وللأسف جندي السامرة يقول عنه الكتاب الداس برجلين الناس، والناس ابتدت تدوسه في السكة لأنه لم يصد في كلام الله. فعايز أقول لواحد بالإيمان ممكن يكون بيسمعني، الله كلماته صادقة حقيقية مش كلام. وشجعك ما تكونش زي الراجل دوت اللي في يوم من الأيام احتقر كلام الله ورجل الله، وفي الأخير داس الناس في السكة ولم يأكل من الخير ولا من الرحمة اللي جات على شعب الله. فعدم الإيمان وعدم الثقة شيء صعب يفصلني عن وعد الله في حياتي، ويكون أول معطل عن زمن الامتلاك في حياتي وزمن البركة والخير. امين. قسيس، طب عندي سؤال، طب هل مشيئة الله انه انا الف، او هل مشيئة الله انه انا اكون في ضعفي؟ هل اتى يسوع لكي انه انا ابقى في ضعفي؟ هل اتى يسوع لكي انه اخطا اقل او اخطا اكثر؟ ام اتى ليسوع انه لكي يحررني من الخطيئة، او اتى يسوع لكي انه يجعلني ملك وكاهن؟ طب لو انا مش ملك وكاهن، طب انا اللي محتاج أعمل عشان أنه أصعد اليوم إلى الأرض وأمتلكها؟ أول عبارة أو أول كلمة ينفع نقولها لكل نفس بتسمعنا، هو بيدور على زمن الامتلاك في حياته. زي ما أنت بتحكي يا أخوة صفا، العبور الأولاني في حياتي هما بكل المقاييس، لو حبينا نقسمهم هما عبورين. عبور اللي أنا محتاجه كإنسان، أول عبور في حياتي هو العبور من الظلمة إلى النور. وأنا بلف وبدور كشعب إسرائيل مثلا، المسافة اللي كانت توصلهم للأرض وللمعاد اللي الله محدده في حياتهم، كان بيقول لبعض الشراح إنها كانت 9 أيام، لو مش يوم وقت الليل بالنهار هي 9 أيام، وكمان كانوا هياخدوا 11 يوم أو 12 يوم لو مشيوا في النهار بس. لكن الشعب ده أخذ المسافة دي في 40 سنة. فمعنى الكلام الله قصده من الأول ما يتهش الشعب ولا يتعب الشعب ولا يرهق الشعب، لكن توهانهم وزيغانهم وبعد القلب بتاعهم عن الرب هو اللي أذاقهم تعب ومرار ويأس وإحباط بكل المقاييس. فالنفس البشرية هي كالآتي، هي محتاجة تدرك أن الله قدم كل الحلول، المسيح في الصليب قدم كل شيء، ولم يبقى شيء للإنسان إلا أن يقبل عمل الصليب وعمل المسيح مجانا. الناموس هو أن يعطي الإنسان أو
يفعل الإنسان كل شيء، ولكن إن رسب في وحدة فهو مخطئ في الجميع. لكن النعمة والصليب بيقولوا كده، إن الإنسان لا يفعل ولا شيء إلا شيء واحد، يقبل يسوع المسيح ويعترف به رب خلص من كل شيء. هو ده العبور المقصود في العهد الجديد، كما كان هو عبور الأردن في العهد القديم. آمين. يعني مشيئة الله أنه أنا أمتلك، يعني أنا مش يعني أتعلم ولا من ضعفي، ولا أنه أبقى في ضعفي عشان أتعلم، أو أنا أقبل في ضعفي، أو أنا أقبل في الواقع اللي أنا فيه، لكن مشيئة الله أنه أنا أرفض الواقع وأحيا حياة الامتلاك. يعني أنا بتكلم على، خلينا نتكلم بأمور إحنا ممكن نعيشها يوميا. لو أنا عندي ضعف بقاله سنين، لو أنا عندي خطيئة بقالي أعملها سنين وأنا مش قادر أتخلص منها، وأقول يلا ما دام الرب يعني هو يمكن على ما أموت أنا أنتقل للسماء، أبقى أصارع من أجل خطيئة، لأن أنا محتاج النعمة، وهاي النعمة دائما تشيني من هاي الخطيئة. لكن هل هاي مشيئة الله؟ عايز أقول شيء خاصة هنا، إسرائيل أو يشوع ما كانش في أصحاح واحد في يشوع امتلك شيء خالص تماما، لأن الكتاب يقول وكان بعد موت موسى عبد الرب كلم الرب يشوع وقال له قم أعبد. فالحقيقة نحن نمتلئ كل شيء بالإيمان. مرات وإحنا بنصلي إحنا مش ماسكين حاجة في إيدينا فعليا، يعني مش ماسك شيء إيجابي في إيدي أو شيء مادي في إيدي، لكن الإيمان بيقول إن أنا أصدق كلمة الرب وآخذ الكلام بثقة وإيمان لأنها كلمة الرب. كان وعد الرب بعد موت موسى قم أعبر. الأردن في حياة إسرائيل أو ككلمة هو إشارة للموت. في حاجات في حياتي موت، في تحدي، في شيء صعب، في خطية مستعبد بيها، في مرض في جسمي حناني، في أردن، في تحدي، في حاجة معطلاني كل ما ربنا يحاول يقابلني مش قادر أشوفه بسبب في شيء فوق طاقتي أو فوق إمكانياتي. وعد الرب لكل واحد النهاردة قم أعبر هذا الأردن. كلمة الإيمان هي اللي توصل لمشاعرك ونفسك وتصدقها وتآمن بيها. قم أعبر. كان لسه يشوع لسه ما عداش الأردن، لكن خد كلام الرب بثقة وابتدى يتحرك، لأن وعد الرب كان حاسس إن يشوع خايف، يقول له ما تخافش أنا هكمل معاك حتى لو في أردن، حتى لو في تحدي، حتى لو في مرض، حتى لو في شيء مستحيل. ثقة في كلمات الرب. عدم الإيمان في كلمات الرب بيوصلني أني لا أمتلك أي شيء، لكن الثقة في وعد الرب هو اللي هيدخلني الأرض اللي الله وعدني بيه. في اسم أمين المسيح. أمين. أسيس، قبل ما نفتح التليفونات على طلبات الصلاة ونأخذ طلبات صلاة، حابب يعني نوضح يعني وروح القدس يوضح لنا أنه الواقع أنه أراضي سلبت من أشخاص كثير، أراضي الفرح، أراضي السلام، أراضي أنه القلق، أراضي أنه الأمان، أو أراضي السلطان، أراضي الهوية، أنه بدينا حتى يعني أكو في أشخاص مؤمنين وعشنا كثير من هذا نوعية المؤمن، انه مثل الاخ الاكبر، انه انا اعمل شيء ومنتظر من الرب شيء، فانا اقول له يا رب انا مصلي لك، انا صليت لك يا رب، انا صليت لك، كاني منتظر اجره من عند الرب انه يجازيني على صلاتي او يجازيني على خدمتي، فانا كاني منتظر اجره، انا عبد، لكن الله يقول لي كل ما هو لي هو لك. فاذا مشيئه الله انه انا احيا كملك. الملك يعني عنده سلطان. طب ما هو احنا بنشوف دلوقتي، خلينا نحكي بالواقع، لحنا نجي للواقع. انا شخصيا ما اؤمن بالواقع، لان الواقع هو ليس الحقيقه، الحقيقه هي موجوده في السماء،
والحقيقة هي قوة الملكوت، هاي الحقيقة. لكن الواقع يقول أنه بيوت خربانة، بيوت خربانة، علاقات زوجية خربانة، السلام لا يوجد في البيت، محبة لا توجد في البيت، علاقات يعني خربانة جدا، ممكن خدمة يعني بسبب الغيرة والحسد، ويعني إذا نظرنا للواقع راح نتعب صحيح. ويمكن من نظره من راحوا أنه يشوع أرسل أنه أشخاص رجعوا وقال إحنا كجرات في عيونهم، لكن شخصين قالوا شنو؟ نصعد ونمتلكها. يعني الله ما يريد من عدنا أنه ننظر إلى أنفسنا ولا صغر النفس، لكن الله يريد من عدنا أنه نعرف من نحن في المسيح يسوع. ما هو الحل قسيس؟ اليوم نريد نعطي حلول، الروح القدس ينطينا حل أنه كيف أحيا بالثقة والإيمان، ليس مشاعريا وليس وقتيا وليس ليوم وعشرة، لا، نو أحيا حياة النصرة والغلبة والارتفاع. أحيا أنه اسم يسوع أعلى من كل اسم، واسم يسوع قوة الملكوت أقوى من كل واقع ومن كل موت ومن كل مرض ومن كل احتياج ومن كل مشكلة. كيف نحيا حياة النصرة والغلبة؟ إذن احنا من نمتلك، من نصعد الأرض اللي أسا كأنه بلدين يتنازعون على أرض لكي يمتلكوها، فعندما طرف من الطرفين يفوز بالأرض يضع جنود لحراستها. فهل صلواتنا هي الحراسة للأرض اللي راح نمتلكها لكي نمتلكها إلى الأبد؟ ممكن توضح لنا قسيس؟ الرب اتكلم كده في كلمته، بيقول دانيال الكلمات دي: ليكن اسم الرب مبارك من الأزل وإلى الأبد. ليه مبارك اسم الرب؟ لأنه له الحكمة والجبروت، وهو يغير الأوقات والأزمنة. الله في إيديه الاثنين، في يد فيها تعبير بسيط لكل حد بيسمعنا، في إيده اليمين مثلا القوة، في الإيد الثانية الحكمة. القوة في إيد الرب، وفي الناحية الثانية في حكمة. الله يستطيع كل شيء، لكن مرات في أمور بنفقد فيها الثقة والإيمان، وبنحس إن صلاتنا قديلها وقت تأخر، وبنفقد روح الصلاة. لكن مش في كل مرة الله بنصلي لازم يستجيب بنعم، لكن قد يستجيب بلا. ودية السياسة مرات اللي بيفقدنا بيها إبليس روح الصلاة، إن إحنا بنبقى دائما منتظرين من الرب الشيء الإيجابي، وده خطأ، لأن الله في كل أمور بيقدمها لينا مرات تكون لخيرنا إنه يستجيب بنعم، والخير كمان إنه يستجيب بلا. عشان كده قال الكلمات دية لبطرس: لست تفهم الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. وكمان الرسول بولس بيكتب لنا كلمات حلوة جدا في أفسس 6 عن الحرب الروحية اللي فيها ما نبطلش صلاة، لما بيحكي في عدد 10 وبيقول: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. معنى كده أن مرات الله ممكن ما يستجبش للطلبة بتاعتي في الوقت دوت، لكن في زمن جاي في حياتي الله بيمتحن إرادتي وبيمتحن إيماني وبيمتحن كل شيء في حياتي عشان يشوفني جاهز إن الله ينفذ في حياتي دوت ولا لا. مش في كل مرة الله بيستجيب بسرعة، لكن مرات يمتحن إيماني، يمتحن صبري، يمتحن كل شيء في حياتي عشان يوصلني للمستوى اللي بيقول عنه الكتاب: مشابهين صورة ابنه حتى في الانتظار. قال أحدهم كده عبارة قوية جدا جدا: أن الرب قد يتأخر لكنه دائما يأتي في الميعاد. دائما الرب توقيتاته عظيمة جدا جدا جدا، عمره ما يتأخر عن الوقت المحدد بتاعه. لكن احنا مرات بنفقد الثقة، لأن دائما بنبقى ظابطين عايزين ربنا يظبط ساعته على الساعة بتاعتنا، وده غلط. أشجع كل واحد مستني الرب في زمن امتلاك في حياته: أضبط ساعتك على ساعة الرب، انتظر توقيت الرب في حياتك، لأن الرب بيقول كده: عينت أجله فلا يتجاوزه. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، انتظر الرب، لأن الرب ليه وقت ولي زمن
لزمن في حياتك هو زمن اسمه زمن الامتلاك. شعب إسرائيل فضل 40 سنة بيلف حوالين الأرض وطايه وبيلف وبيدور، لكن في الأخير تم وعد الرب بامتلاك الأرض. حتما الرب سيستجيب في حياتك. اوعى تفقد الصلاة بتاعتك، اوعى تيأس وتحبط، اوعى المرض يخليك تنحني وتبطل تصلي، لأن إبليس دائما بيدور على النقطة أن يفقدنا روح الصلاة، لأن احنا في دائرة حرب روحية. مصارعتنا في أفسس 6 وعدد 10 و 12 ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. احنا في دائرة حرب، والحرب دائما بتكون شرسة وصعبة. هي حرب روحية وليست جسدية، حرب دائرة روحية. فكل اللي فيها لازم تكمل صلاة ولازم تستمر، لأن الرب دائما دائما سيأتي، حتى لو مرات تأخر شوية بس حتما هيستجيب. أمين أمين، هللويا أسيس. فمشيئة الله أنه أمتلك، فاليوم مشيئة الله أنه أصعد وأمتلك كل أرض سلبها إبليس مني، إن كانت أرض الأمان والسلام، إن كانت أرض الطمأنينة، إن كانت أرض القوة والنصرة والغلبة، لأنه قال على الصليب قد أكمل. فهو أعطاني الميراث، وأنه زمن أنه أصعد وأمتلكها، لأنه قادرون بالله عليها، ليس بقدرتنا، ليس بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. نصعد ونمتلك الأرض، نصعد ونصعد، نأخذ نعيش الميراث، نعيش الميراث، لأن أبونا غني 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 في المجد. فاليوم إن كنت أنت تسمعني وعندك مشاكل، كنت أنت إذا تسمعيني وعندك كآبة، اليوم الرب يحول الكآبة تصعدين إلى أرض الامتلاك. الأرض اللي أنت إذا تحاربين بها هي أرض الفرح. فاليوم يحول الرب اليأس والكآبة والحزن إلى تسبيح وفرح باسم يسوع. إذا كانت أنت الأمور وصلت لمرحلة، ممكن أنت يعني إحنا بالشرق الأوسط أو بالعراق يقول إيه الانكسر عمره ما راح يتصلح، لكن صدقني عند الرب يسوع يقول لك الانكسر قادر يصلح، لأن هو الفخاري الأعظم ولك الخزف البين يدين الرب. مهما كانت الحالة، مهما كان أي أمر باسم يسوع، اليوم الرب قادر أنه يعوضك عن كل السنين اللي أكلها الجراد. أخذ قرار اليوم، الرب مشيئته أنه تصعد وتمتلك، تحيا حياة النصرة والغلبة، تحيا حياة القوة والمجد والسلطان، ليس بقوتك ولا بقوتك. لا تقول أنه أنا ما أستحق، لا تقول أنه صغر النفس، تقول لا 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 نحن كالجراد في عنه، لا لا لا. اليوم نصعد ونمتلكها لأنه قادرون بالله. اليوم صوت الله لكل واحد. الله تعرف إذا أنت أب أرضي فأنت تحب أولادك دائما تكون فخورين، يعني أنت فخور فيهم بشهاداتهم، بأنه تتمنى لهم يكونون أحسن شيء. اليوم أبوك السماوي يقول لك أنا أريد لك أنه أحسن شيء، وأنت تتكلم عن أب سماوي. هو قال قد أعطى، قال كل ما هو لي هو لك، عيش ميراثك، عيش الغنى اللي موجود في المسيح يسوع، غنى القوة والمجد والسلطان. صدقني أنه أتى زمن تحيا حياة النصرة. أصعد أصعد، أرفض كذب إبليس يقول لك نو أنت تبقى فاشل، أرفض كذب إبليس أنه تبقى بخطيتك وعمرك ما راح تتغير. أرفض هاليوم الرب يقول لك نو 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 يا ابني، أعطيني قلبك وتلاحظ عيناك ترقي، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بروح القوة والمحبة والنصر. أرفض روح الخوف، لأنه إحنا عدنا روح القوة والمحبة والنصر، عدنا نذهب من قوة إلى قوة، من مجد إلى مجد. لا تقبل تقب الضعف، أتى زمن تنفض التراب اللي وضعه إبليس على حياتك وتصعد تحيا حياة النصرة. الأرض اللي رب وعدك بها أرض تفيد لبن وعسل، والأرض بالعهد الجديد ترمز إلى أرض الراحة، ليس أرض الراحة إنجيل الرفاهية، نو نو نو، أرض الراحة أنه يسوع يرتاح فيك وأنت ترتاح فيه. ها هنا أسكن يقول الرب، هذه هي راحتي في المزمور. فأنت اليوم هل الروح القدس مرتاح فيك؟ أصعد ارتاح فيه وهو يرتاح فيك. كن واثق أنه إله قوي، كن واثق اللي معك أقوى من الذي عليك، كن واثق أنه اللي معك أعظم، كن واثق. أنتم أيها الأولاد ماذا غلبتم؟ غلبتم منه إبليس، هاليلويا، وهم غلبوه بشنو؟ بكلمة شهادتهم، هاليلويا.
بدم المسيح وبكلمة ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. احنا غالبين في المسيح يسوع. تشجع اليوم الرب يريد يشفي وحرر ويطلق باسم يسوع. امين. التليفونات مفتوحة، اتمنى نسمع تليفونات كثيرة، تليفونات مفتوحة، اي طلبات صلاة رجاء التليفونات مفتوحة، الفايبر اي من الان تليفونات مفتوحة، عندنا طلبات صلاة راح نصلي لها. قسيس حبيبي انت معايا؟ قسيس حبيبي انت معايا؟ معاك. اوكي. الاسبوع اللي فات قسيس حبيبي صلينا من اجل اخت، اخت من فلوريدا كان عندها مشكله في عضلات الوجه، ونشكر الرب اتت الاستجابه انه الرب شفاها 90%، وتطلب انه الشفاء الكامل باسم يسوع. الصلاه لاجلها ولاجل زوجها للشفاء وهم بصحه افضل. نشكر الرب، الرب تدخل والرب يصنع. صدقني ذاك الاسبوع كنا قلنا انه الرب يسمع ويصنع باسم يسوع. هو هذا الهنا، يهوه رفع الرب الشافي. هللويا هللويا. نشكر الرب من اجل استجابه صلاه. انا واثق في استجابات ثانيه، لكن الناس مرات كثير يخجلون يرسلون لانه، لكن انا واثق انه يوجد استجابات كثيره. قسيس عندنا طلبة صلاة من أجل الأخت مادلين، عندها سرعة ضربات القلب تطلب الشفاء، والأخت وفاء للبركة إلها وللعائلة. آمين. خلينا نصلي من أجل هاي الطلبتين الآن، وبعدين نكمل طلبات الصلاة الباقية. آمين آمين. يا رب يسوع المسيح، أنا بعلن حضورك الآن يا رب، مصدق في كل كلمة أنت بتقولها أن في زمن انفلات يا رب. بصلي يا رب لأجل أختي مدلين يا رب في اسم يسوع المسيح. أنا وأخويا وكل شعبك بنتحد لأجل أختي يا رب في اسم يسوع. زمن انفلاج جديد على جسدها، لو في ضعف، لو في يا رب في ضربات قلبها مش مظبطة، في اسم يسوع المسيح بنحطها تحت سلطان حضورك، وبنقول لك أنت الله الشافي في اسم يسوع المسيح. تخرج قوة منك وتلمس كل ضعف فيها في اسم يسوع المسيح يا رب. أنت لا يحدك زمان ولا مكان، لكن تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. بصلي كمان لأجل أختي وفاء يا رب، ولإخواتي وأهلها وحبايب قلبها في اسم يسوع المسيح. بنحط الاثنين دول إخواتي بين إيدك، وبنقول لك أنت الإله القدير. مصدقين يا رب، مصدقين انك اله عظيم، مصدقين يا رب انك اله عظيم. مجد ابنك يسوع، مجد فتاك يسوع من خلال اخواتي، واعلن عن اسم يسوع في كل الارض. نحن لا نضارب الهوى يا رب، ولا نصلي لاله مجنون، لكن نعلم الى من نصلي. انت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر في اسم الرب يسوع المسيح. الآن حضورك يرف على هذا المكان يا رب، روحك يحتضن إخواتي في اسم يسوع، يحتضن كل ضعف فيهم وكل كسل روحي، كسل جسدي في اسم يسوع. أنا بصدق إنك إله عظيم تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك إلا هذا في اسم يسوع المسيح لكلهم. أمين أمين أمين. معنا اتصال. ألو، سلام المسيح، أخت وديعة تفضلي. في صفاء، أنا أريد. ألو، سلام المسيح، أريد أطلب الصلاة من عندك. آمين أختي تفضلي. أكيد أنا عندي مفاصل، آلام بالمفاصل الله يخليك، وعندي وجع بجدفي، وأريد تنطيني الصلوات لأولادي وزوجي وبيتي، وأنا مريضة عندي فلو. اوكي طب خليك وياها هسه نصلي، هسه نصلي من اجلك، خليك ويانا. اوكي اوكي عزيزي. اوكي اوكي غمضي عينك، غمضي عينك ورفع ايدك. يا رب يسوع انا اصلي الان نيران الروح القدس على كل مفصل من المفاصل الان باسم يسوع. الان يا رب دهنت شفاء، الان نار تنزل على جسدها، قوة الملكوت الان. أنا أعلن اسم يسوع على جسدك الآن، أنا أعلن كل فلاونزا وكل فلو الآن، وكل بكتيريا وكل فيروس برا جسدك الآن. أنا أبرئ
جسدك الآن باسم يسوع من كل مرض، كل مرض ينحني لاسم يسوع. أنا أعلن الآن سلطان دم المسيح على حياتك وعلى كتفك الآن، نار حرارة 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 على جسدك الآن. إيه اسكب يا روح الله الآن، كمل شفاه الآن باسم يسوع الآن. قوة الملكوت ونار روح القدس لشفائك باسم يسوع. أنا أصلي الآن تنسكب دهنة شفاء من رأسك إلى أخمص قدميك. أنا أعلن دم المسيح على بيتك. أنا أصلي الآن كل محاربات إبليس على بيتك الآن. أنا أعلن دم المسيح، أنا أعلن سلام المسيح، أنا أعلن الأولاد يكونون للرب باسم يسوع. أنا أصلي الآن تنكسر كل لعنات باسم يسوع، تنكسر كل عدم طاعة لكلمة الرب. أنا أصلي الآن كلمة الله تكون هي الحكم والسيف اللي في بيتك باسم يسوع، الذي يفصل بين الظلمة والنور باسم يسوع. بيتك يمتلئ من النور الآن باسم يسوع. أمين أمين. أختي أنت بعد شوي أنا؟ إيه. حسيتي وإحنا دا نصلي لك؟ يا أنا شو جسمي يتخدر. أمين 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 أمين. صلي باسم يسوع الآن، كمل الرب باسم يسوع. يا رب صلي الآن تكمل يا رب الآن شفائها باسم يسوع الآن باسم يسوع. استقبلي من الرب شفائك أختي المباركة الآن. الرب يلمس جسدك ومفاصلك باسم يسوع. اللي التخدير اللي انت تحسين به هذا انه عمل الروح القدس الآن على جسدك، اسمحي له وتواضعي وقولي له يا رب سامحني. قولي له رددي ورايا، يا رب سامحني، أتوب وأرجع أمامك، أتوب وأرجع أمامك، أملكك على حياتي، أملكك على حياتي، أملكك على جسدي، أملكك على جسدي، على بيتي، على بيتي يا يسوع. أنا أعلن دمك على حياتي، دمك على حياتي الآن باسم يسوع. استقبلي الآن مل الروح القدس على حياتك باسم يسوع. آمين آمين يا يسوع. الآن نار الروح القدس على حياتك. شكرا. آمين شكرا أخي. امين. جدت حسين، جدت حسين اختي المباركه. انا احس غير شكل، صاير غير شكل، جسمي كله جاي يتخدر. امين امين باسم يسوع. استقبلي رب شفاكي. امين امين اختي، رب شفاكي. امين. اشكر الرب. امين امين يا رب. امين امين. الرب يباركك ويستخدمك اختي المباركه. شكرا عليك، شكرا، الله يسترك ويعطيك العافيه. امين امين. افرحي بالرب واقري الكتاب المقدس، لان انت قبلتي وصرتي خليقه جديده، والرب يريد يملا حياتك بمجده وبيته باسم يسوع. امين 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 امين. ارجع عيد التليفونات مفتوحه. نشكر الرب من اجل انه الهنا حي، الهنا يصنع الآن، الآن يصنع. أمين. لأنه أزمنة امتلاك. أمين. قسيس حبيبي عندنا كمان طلبات صلاة من أجل جون، متعب نفسيا يطلب صلاة، والأخت ريما تعاني من كوابيس في الليل. عندنا الأخ جون والأخت ريما. جون متعب نفسيا والأخت ريما كوابيس، أكيد كوابيس من إبليس. رب يكسر كل روح إيافة وعرافة وسحر باسم يسوع. أمين باسم يسوع. يا رب يسوع باسم يسوع الأم، نعلن حضورك على أخويا جون. يا رب النفسية ما حدش ينفع فيها غيرك، نفسية تعبانة باسم يسوع، حدش يقدر يلمس النفس المكسورة واللي تعبانة غيرك يا رب. أنا مش عارف هو فين ولا بيعيش فين، لكن أؤمن أن روحك يوصل له الآن باسم يسوع المسيح، يلمس نفسه المكسورة التعبانة اللي هزها وهدها إبليس جواه باسم يسوع. احمي يا رب الآن، واحمي نفسه، واحمي كل شيء استغله إبليس فيه في اسم يسوع. إن كان فقد، إن كان شيء اتسلب منه، إن كان شيء ألم وتوجع منه، أنا الآن بحطه بين إيدك. أنت تعرفه بالتحديد، تعرف مين هو، تعرف يسكن فين، تعرف الشارع بتاعه، تعرف المكان اللي بيعيش فيه في اسم الرب يسوع المسيح. الآن توصل لنفسه بالروح القدس،
تلمس ضعفه، تلمس الإحباط اللي جواه والنفس المحزونة والمكسورة باسم يسوع. أنا مصدق إنك إله عظيم. كمان بصلي لأي أختي ريما يا رب، لو في أحلام وفي فزع وفي كوابيس أنا بحطها تحت نيران الروح القدس، نار حضورك يا رب، تمسح جسدها بالكامل وتقدس جسدها وذهنها وروحها وفكرها باسم يسوع المسيح. يا رب حماية شخصك على أولادك في اسم يسوع، حتى لو عدو الخير يا رب شغال بكل حروبه، شغال بكل أمور بيعملها، لكن نحن نمتلك السلطان يا رب. نحن زمننا زمن امتلاك، نحن الجيل الذي سيرى الرب، نحن الجيل اللي هيلمس حضورك، الجيل اللي هيتقابل معاك في جبل قدسك، الجيل اللي هتستخدمه الأيام اللي جاية. نار الروح القدس تقدس ريما وتقدس جون باسم الرب يسوع المسيح. يا رب الآن أنا مصدق إن الروح القدس يوصل لهم في أماكنهم، قدس قلوبهم بالروح القدس، يقدس أذهانهم ويقدس حياتهم لمجد شخصك باسم يسوع. كل هذا ولكل المجد. آمين آمين آمين. عندنا كمان طلبة صلاة. أنا عندي طلبة صلاة، عندنا طلبة صلاة الصراحة أرسلت لي، بس حابب أشوفها هي فين. أوكي، أنا حصلي من أجل هاي الطلبة لأن أنا واثق أنه الرب لح يصنع. الرب ما زال يخلق، إلهنا خالق وما زال يخلق. آمين. خلينا مدركين، يقول أنه لسلم نقدم أجسادنا ذبيحة حية مرضية، عبادتنا العقلية، يعني عبادة صلوات بإدراك، بإدراك أنه إحنا واقفين أمام ملك الملوك ورب الأرباب، أمام حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. أمين. عندنا طلبة صلاة من أجل أم والدة أرسلت طلبة صلاة صراحة، وأنا واثق أنه الله سوف يصنع. يقول بنتي عندها نقص في صفائح الدم وأنيميا وتحتاج إلى تحليل وبذل يعني تبديل نخاع وهي عمرها 7 سنوات، محتاجة تبديل للنخاع وعندها مشكلة في صفائح الدم وعندها أنيميا. لكن أنا أصلي الآن، اتحد معايا اللي أنت تسمعني الآن وراح تسمعني بعدين. صراحة الأخت ما ذكرت اسم الطفلة، لكن الرب يعرف اسم الطفلة، وأنا قلت لها أنه راح نصلي الآن باسم يسوع على الهواء مباشرة. أنا أصلي الآن نيران الروح القدس الآن على جسد هاي الطفلة، كل خربطة باسم يسوع في صفائح الدم وكل خربطة في كريات الدم الآن، نيران الروح القدس، قوة الرب على جسد الطفلة الآن، يعمل موازنة، يعمل خلق نخاع جديد باسم يسوع الآن، شفاء كامل باسم يسوع. أنا أعلن يسوع على ذاك الجسد باسم يسوع، تمدد على ذاك الجسد حياة 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 باسم يسوع. أنا أعلن ذاك الجسد يكون ذاك الجسد يكون آلات بر للرب باسم يسوع، ليعلن مجدك على ذاك الجسد. يا رب أصلي نيران روح القدس تحرق كل سلطان وأصابع إبليس باللعنة وبالمرض، تنكسر الآن على ذاك البيت وعلى الطفلة. يا رب أنا أصلي تكون مكرسة ومخصصة لألك، تكون صحيحة يا رب، صحيحة في جسدها يا رب، كل سلب لصحتها الآن يا رب تصعد على الأرض بسبب الصلوات، بسبب يا رب أنه إحنا وضعناها أمام عرش النعمة، لأنك الآن أنت تلمسها وبقوة باسم يسوع. هاليلويا يا رب، شكرا لك أنت سمعت وصنعت باسم يسوع. أمين أمين هللويا. أنا واثق أنه الرب صنع 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 شفاء باسم يسوع، هذا إلهنا. قسيس، عندنا الأخت فرح عندها امتحان سياقة تطلب صلاة، وعندنا صلاة لأم كرم عندها حساسية بالجلد. أوكي، أخت فرح عندها امتحان سياقة، والأخت كرم عندها حساسية بالجلد. أوكي أخويا صفا، أنا مشغول أقول حاجة لحد بيشاهدني، شغلني الرب أقولها دلوقتي. الرب وعد
وعد الشعب انه هيمتلك الارض، بس كان في شيء في اصحاح ثلاثه مختلف. انا بكلم حد هو بيسمعنا دلوقتي بالروح القدس، شغلني الرب اقول لك على شيء قدام الامر اللي انت منتظر فيه الرب، فيه تحدي، في اردن او في شيء صعب معطلك، هو اسمه عدم القداسة، عدم الإيمان، عدم الخضوع. في تحدي في حياتك معطل ربنا، كل ما بيحاول ياخد خطوة معاك لقدام بيرجع، لأن ما عندكش القداسة اللي الله من خلالها تشوفه. مكتوب عنها القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. في حد بيسمع دلوقتي أنا بكلمه بالروح القدس، أنت محتاج تتقدس، انت محتاج الامور النجسه اللي في حياتك تتركها حالا عشان تشوف الرب. الشعب قدام عايل بلد صغيره جدا، رغم انهم انتصروا قدام أريحة بالهتاف ولف حوالين الاسوار بتاعتها، سقطت الاسوار، لكن قدام بلد صغيره اسمها عاي في يشوع 3 و4، ان يشوع قال يكفي 3000 راجل يطلعوا يهزموا عاي، لكن الكتاب يقول انهم انكسروا قدام عاي وهربوا وفروا. ليه؟ لان بعدها الرب يقول لي يشوع قم لماذا انت ساقط على وجه، قم قدس الحرام، في وسطك حرام، قم قدس الشعب. انا بكلم حد انت محروم انك تشوف الرب لان في حياتك مفيش قداسة، في وسطك حرام، في حاجة معطلة ربنا في حياتك. لازم حالا وانت بتسمع دلوقتي تقول للرب انا بسيب الحرام، انا بسيب الحاجة اللي مانعة ان اشوف وجهك واشوف امكانياتك. هزيمة وقصرة قدام عاي بسبب واحد اسمه عخان خد من الحرام، اخذ من الشيء اللي اغضب قلب الرب. انا بكلمك بسلطان الكلمة في اسم يسوع الان، كل حرام في حياتك بقوة الرب يسوع المسيح وانت بتسمع دلوقتي، كل حرام الروح القدس يشاورلك عليه في حياتك، موظف في شغلك في حرام، رشوة حرام، أمور لا تليق بقلب الرب، مؤمن في حتة ساقط فيها في حرام في حياتك الرب مش راضى عنه، في حاجة معطلة إيد الرب وعمل الرب في حياتك. الله بيقول لك قدس الأمور اللي مش نافعة في حياتك عشان تشوف إيدي، عشان تمتلك زمن الامتلاك وتاخد من أرض الامتلاك. يا رب أنا بصلي كمان لأجل أخويا أختي فرح يا رب في السياقة بتاعتها وامتحان السياقة في اسم يسوع، وأختي كمان اللي عندها حساسية بالجيوب الأنفية في اسم يسوع المسيح، أنا بحطهم بين إيدك يا رب الآن، لمسة من روحك، لمسة من روحك، الموضوع يحتاج إلى لمسة منك، لمسة منك، أنت تعرف تربطهم، أنت تعرف احتياجهم، أنت على قلبك يمجد يسوع من اختبارات ليهم، المسهم من عندك بقوة، يا رب تم عنك كده شاعراً أن قوة خرجت منه، كانت بتنزف وكانت بتتألم وكانت موجوعة مش لاقي حد يسأل عليها، لكن قالت في نفسها إن مسسته بثوبه شفيت. الآن لمسة من حضرتك تكفي، لمسة لكل إنسان محتاجك، سواء تعبانة أو متألمة أو سندة لعبدتك اللي عندها امتحان، يا رب في اسم يسوع المسيح تكفي لكل شيء. أنا بعلن لمستك وحضورك عليهم، كل هذا في اسم يسوع المسيح لكل المجد. امين 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 امين. معانا اتصال. الو، سلام المسيح، قوة الملكوت، تفضلوا. الو، سلام المسيح، قوة الملكوت، تفضلوا. عندنا اتصال هو من مصر. الو، سلام المسيح، تفضلوا. اوه سوري، انقطع الخط. رجاء ارجع اتصل، هو انقطع من عنده، رجاء اتصل مرة أخرى، منتظرين اتصالك، الهواتف مفتوحة. قبل شوية اتصلت أخت واختبرت حضور الله، احنا ما نسوي دعاية، لكن الله اليوم يريدك انه تمتلك الصحة باسم يسوع، تمتلك القداسة، تمتلك
أنه رب يريد يملك على قلبك، ليس كعبد لكن كابن. رب يريد اليوم يدخل إلى قلبك وبيتك لكي أنه يقول لك أنت أبني، أنا اليوم ولدتك، أنت لي باسم يسوع. اليوم الرب يريد يحسسك، ليس يحسسك لكن ينقلك من أرض العبودية إلى أرض تفيض اللبن وعسل. أزمنة امتلاك، استمتع بإلهك، افرح بإلهك، اختبر أبوك السماوي. كنت تتعاني من أبوك الأرضي، أبوك السماوي يقبلك مثل ما أنت، لكن يغير حالتك اللي أنت فيها، يغير إلى صورته هو، صورة مشابهين صورة يسوع المسيح. يقول الجميع أخطأوا، الجميع أخطأوا وزاغوا وفسدوا، وأعوزهم، ما قال أعوزهم غفران الله لكن أعوزهم مجد الله. إذن مجد الله هو لإلك ولإلي، مجد الله يغطيك، مجد الله يغطيك. اليوم الرب يريد يخلع الثياب القديمة ويلبسك ثياب الملوكية. صدقني صدقني، ثياب العبودية يخلعها ويلبسك رداء الملوكي ويذبح إلك العجل المسمى، لأن ابني هذا كان ضال فوجد. هاليلويا. اليوم الرب يريد يركض ويقع على عنقك ويقبلك، مهما كانت الريحة ومهما كانت الحالة اللي أنت بيها. أبدا لا تقول انكسر ما تصلح، لا انكسر تصلح ما دام أنت موجود، ما دام سمعتم صوته فلا تقس قلوبكم، تفاعل مع كلمة الله، استقبل الشفاء الإلهي باسم يسوع. أمين. عندنا طلبات صلاة من أجل الأخت حياة، صلاة الحماية والبركة، وعندنا الأخ متي يعاني من الصعوبة بالمشي. أمين. راح نصلي من أجل الأخت حياة، وصلي من أجل الأخت الأخ متي، ولأجل الطفل إيدي كان كي يكون مؤمن وخادم للرب. أمين. خلينا نصلي من أجل هاي الطلبات باسم يسوع. هاللويا. يا رب أنا أصلي باسم يسوع من أجل الأخت حياة، أنا أصلي الآن حماية دمك عليها يا رب، كل مؤامرة إبليس عليها تفشل باسم يسوع يا رب، كل آلة صورة ضدها لا تنجح يا رب، لا تدنو ضربة من خيمتها بل تكون في الارتفاع يا رب باسم يسوع. أنا أتبّع على حياتها حياة البركة والاستخدام والفيض باسم يسوع، أنا أعلن دم المسيح على حياتها الآن باسم يسوع. أنا أصلي الآن من أجل الأخ متي اللي يعاني صعوبة في المشي، اتحد معايا. أخ متي إذا أنت تسمعني حط إيدك على رجليك. أنا أصلي الآن قوة الملكوت، نيران الروح القدس الآن، قوة على رجلك الآن باسم يسوع. قم وامشي باسم يسوع، قم وامشي الآن باسم يسوع. هاليلويا. نظروها من بعيد، حيوها، صدقوها، فامتلكوها. هاليلويا. أنا أصدق الآن شفاءك كامل في يسوع المسيح. أنا أعلن الآن قوة ونيران الروح القدس على جسدك، كل أوردة فيها مشاكل، كل مشاكل في العظام، كل مشاكل في العضلات الآن، دم المسيح وقوة الملكوت في رجلك الآن، قم وامشي الآن باسم يسوع. هاليلويا. باسم يسوع. أمين. أتمنى أخمتي لو تسمعني الآن تتصل بليز، أنا واثق الرب شفاك، أنا واثق أنت حسيت بنار الروح القدس، تحسيت أكو نار على رجلك وحرارة على رجلك، قوم امشي لا تخاف، صدق إلهك. أمين. معنا اتصال. ألو، سلام المسيح. سلام المسيح أخ صفا، وياك. أهلا وسهلا أختي المباركة، شونك؟ ربي باركك أنت والقسيس سامح، أنتوا بركة وأنتوا أبطال وأنتوا أولاد ملك الملوك ورب الأرباب. أنا جدا فخورة بكم عن جد، يعني الرب يبارك. أمين. المجد للرب. أمين. فيكم. المجد للرب. أكيد وحدة. أكيد أكيد. هاللويا. مبارك اسم رب. أنتوا دائما بصلاتي صراحة. أحب أقول أنه إلهنا عادل وأمين وصادق في كل وعوده، لأن هو ما يخزى منتظري، خاصة إذا كان عندنا ثقة والإيمان والاتكال عليه. مرات الإنسان يضعف ويقول مدى الطلب مالي مدى يصير، لأن عدم إيمان عنده،
لكن من يكون عندك ثقة بالرب، ثق انه رب راح ينطيك حسب كلمته وحسب قلبك راح ينطيك إلهنا الصالح. حابة أشارك انه الرب وعدني انه راح أمتلك أزمنة جديدة وأراضي جديدة. قال لي لا يسمح بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك، بل تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. لا تكن لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلها زينتك. لا تغيب بعد شمسك قمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا. وتكمل أيام نوحك وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض. غصن غرسي عمل يدي لأتمجد، الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية، وأنا رب في وقتي أسرع به. إلهنا حلو، إلهنا رائع. أمين. وكلمت أمين أختي مباركة. هو من يوفي، هو من يوعد يوفي بكلمته الرب. إلهنا أمين. بصراحة أنا صار عندي حرب روحية جدا يعني شديدة، رب البليس هواية يحاربني. هاي صار تقريبا أكثر من شهرين ألم بصدري من جهة القلب، وخاصة الألم دي ينزل على كتفي وإيدي، إيدي اللي دائما دا أرفعها وأرنم للرب وأصلي بها، البليس دا يحاربني بهذا الشيء، بس أنا دا أدعس عليه ودا أرنم ودا أرفعها إيدي. صح ألم دا يصير عندي قوي، خاصة هاي الفترة الألم دا ينزل كلش على إيدي، وتحس أنه ثقل على صدري متعبني كثير، بس أنا إبليس تحت أقدام ما راح يقدر علي، لأن أبويا السماوي وياي. أختي أختي هيام، ممكن بخليك ويانا نصلي من أجلك الآن؟ آمين آمين آمين. خليك ويانا قسيس حبيبي، ممكن نصلي لها، تصلي لها دلوقتي الآن، تختبر نار الروح القدس تنزل من رأسها لأخمص قدميها، وزيت مسحة جديدة باسم يسوع عليها. قسيس صلي لها حبيبي. يسوع أنا حط هيام بين إيدك، بقول لك أنت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أنا بصلي لأجل بنتك خادمتك في كندا يا رب، يا بتحبه تلمسك الآن بقوة في اسم يسوع. اتحد أنا وأخويا يا رب وهي معانا في اسم يسوع. كل شكاية على عبدتك تسقط في اسم يسوع، كل شكاية على عبدتك تسقط في اسم يسوع. كل آلة صورة ضد هيام لا تنجح، كل إنسان قائم عليها ينقطع في اسم يسوع. كل مرض في جسدها الآن تحت نار حضورك ونار الروح القدس، تشعر به الآن بقوة، تخرج منك قوة بنار في اسم يسوع الآن يا رب. بننتهر المرض لأن قلت كده، أقيموا موتى اشفوا مرضى باسم يسوع. نحن بناخد وعدك وكلماتك على عاتقنا وبنطالبك بيها الآن. هذا الجسد أيام يا رب الآن جسدها بالكامل يختبر نار حضورك بقوة في اسم يسوع. نار من السماء، نار تحرق كل مرض، نار تحرق كل تعب. يا رب تسبحك، تعلن عن اسمك في هذا المكان في اسم يسوع. لا للمرض ولا للضعف ولا للهزل ولا لليأس ولا للإحباط، لكن تكمل خدمتها بقوة الأيام اللي جاية. أنا بحطها أنا وأخويا الآن، نار من حضورك تلمسها، نار من حضورك تلمسها في اسم يسوع. يا روح الله الآن، يا روح الله، يا روح القوة، يا روح النصرة، يا روح القيادة، يا روح النعمة، يا روح المسيح، يا روح الله، يا روح الخلاص في اسم يسوع المسيح. الآن المس عبدتك يا روح الحياة. يا رب قلت كده، روح الحياة أعتقني من جسد هذا الموت. أنا بحطها الآن تحت نيران روحك الناري اللي يحرق كل مرض في اسم يسوع المسيح. تختبر مسحة جديدة، أنا شاعر بقوة من حضورك بتلمس كل ضعف في جسدها، كل ضعف في جسدها تحت نار حضورك الآن. نار تخرج منك الآن يا روح الله، تحرق كل مرض. تشعر في جسدها الآن بنار. أنا بطلب مسحتك عليها بنار، أنا بطلب مسحتك على جسدها بنار.
باسم يسوع ننتهر المرض تحت سلطان حضورك، ننتهر الضعف تحت سلطان حضورك. الآن يا روح الله اتمشى في عظامها، اتمشى في جسدها بنار، ارعش عظامها بقوة باسم يسوع المسيح. المس القوة الآن من روح الله، المس القوة الآن في جسدك من روح الله. اتمشي الآن وقولي أخذت قوة من روح الله. اتحرك واعلن الإعلان دوت، الآن أخذ منك قوة بروحك، أخذ لمسة من حضورك، لمسة من شخصك بقوة روح الله. أنا بشكرك لأنك لمستها بسلطان، هتكمل فيها، هتشهد عن أمانتك الأيام اللي جاية في اسم يسوع. أنا شاعر بقوة خرجت من حضورك يا روح الله الآن. كل هذا في اسم يسوع. أمين أمين. هاليلويا. أمين. أختي، أختي هيام بعدش موجودة؟ نعم أخي صفا. إيش حسيتي أختي المباركة؟ حسيت بحرارة صراحة بجسمي، وجسمي كله دي ترعش صراحة. هاليلويا مبارك. أمين. اسم ربنا، ربنا صالح. الرب يبارك. أمين. استقبلي وبارك. استقبلي. أمين. قولي لها مور مور، قولي استقبلي، استقبلي من حضور الله، استقبلي من أمين. من المسحة. أمين. على حياتك رب يريد يطلقك. لا تبعين على العيان، لا تبعين على الواقع، لا لا على تركزين على الحرب. أمين. لا تركزين على إبليس واللي دا يسويه والحرب، ركزي ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. حط عينك بعيون يسوع وإبليس ما راح يقدر يقرب منك. تعرفين ليش؟ لأن اللي معك أقوى جدا من الذي عليك. أمين. لا تنشغلين بحالتك، لا تنشغلين بضعفك، لا تنشغلين بباكر، انشغلي بحبيبك يسوع المسيح. انشغلي وركزي عليه، وراح تختبرين، راح تختبرين وراح تمتلين من مجده باسم يسوع. امين اختي المباركه. امين. ربي يبارككم، ربي يبارككم يستخدمكم. امين امين. كملي روحي، كملي صلاه واستقبلي الرب يريد يملأك. حاسس انه الرب يريد يقول لك انه تعالي في مقطع، اغفري بابك، والرب يريد يملا كل نفسيتك، كل روحك من مجده باسم يسوع. استقبلي بعد الرب ما خلص وياك. الرب يريد يفيض عليك باسم يسوع بانهار، انهار شفاء باسم يسوع من كل امور، شفاء من كل نفسيه. انا ما اكو امور باسم يسوع، ادخلي الرب هو راح يقول لك اياها. امين اختي المباركه. امين امين. اخويا قسيس معنا طلبات صلاه كثير قوي. امين. مستعد؟ هللويا. امين امين. مستعد انه نفتح قوى السماوات على رؤوس شعب الرب وعلى رؤوسنا لكي نختبر ما في كل ما في قلب الله لكل واحد من عندنا باسم يسوع. هللويا. معانا طلبه من اجل الطفل، اسمه طفل ايدي، كي يكون مؤمن وخادم للرب، طفل انه يكون مكرس ومخصص للرب. امين. احلى طلبه. ومعانا الأخت سيلفا مريضة تحتاج صلاة. أمين. معنا الأخت ويا رب يسوع. معنا الأخت، الأخت لويتا عندها سرطان تطلب صلاة للشفاء. عندنا طفل صلاة التكريس والتخصيص، ومعنا أخت سيلفيا هي كمان مريضة، ومعنا أخت لويتا عندها سرطان. أمين. خلينا نسمي العدو، يسمي سرطان، يسمي أمراض، لكن إحنا اللي نقيم هذا كبير وصغير، لكن عند الرب قل كلمة فيبرأ. أمين أمين. خلينا نصلي. قسيس. يا رب أنا بصلي في اسم يسوع المسيح، واتحد أنا وإخواتي يا رب وكل اللي بيسمعونا الآن يا رب، لا يعطلك مرض ولا يعطلك زمن ولا وقت، لأنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. بصلي الآن يا رب وبناخذ منك قوة، لأنك علمتنا كل ما نطلبه في الصلاة مؤمنين نناله. ده وعدك لينا يا رب، كل شيء نمتلكه بالإيمان يا رب، في أراضي نمتلكها بالإيمان، في شفاءات نمتلكها بالإيمان، في فرح وقوة نمتلكه بالإيمان يا رب. بصلي لأجل الطفل اللي بيتكرس ليك في بداية أيامه وعمره في اسم يسوع المسيح. يمين المسحة، يمين القوة، يمين الرفعة،
تآزله وتاخده من طفولته الى يا رب الامجاد والى الاوقات اللي بتعينها لي في الايام اللي جايه يا رب، يتم في وعدك كما كنت مع شمسون. وابتدأ روح الله يحركه بين صرعى وأشتاؤول في محل الدان. أنا بصلي في اسم يسوع المسيح، أنا مصدق أن روحك يا ربي يحاصر هذا الطفل يكمل فيه في اسم يسوع. بصلي لأجل أختي سيلفيا في اسم المسيح يا رب، لو بتعاني من تعب أنت تعرف مكان تعبها، سواء جسدي أو نفسي أنت تعرف مكان التعب والألم. أنا بحطها الآن يا رب وأقول لك أنت تستطيع يا رب، أنت ما عندكش مانع يا رب. قال عبدك هذه الكلمات، ليس لدى الرب مانع أن يخلص سواء بالقليل أو بالكثير في اسم يسوع. زمن امتلاك في حياتها، زمن امتلاك الصحة، زمن امتلاك القوة النفسية والجسدية في اسم يسوع. بصلي يا رب لأجل أختي مريضة الكانسر يا رب. يا رب قدام الناس كانسر، قدامنا احنا كانسر، لكن الموضوع يحتاج منك لمسة يا رب. انا بصلي انا واخويا صفا لاجل هذا الامر الان يا رب، وبنقول لك الناس تقول عليه مستحيل، لكن اللي غير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. انا الان باسم يسوع المسيح ننتهر هذا المرض اللعين تحت نار حضورك. يقول عليه كانسر، يقول عليه اي اسم، يقول عليه شو، في اسم يسوع المسيح الان بنؤمر هذا الجسد الان يتحرر من هذا المرض. تقف كل خلايا للكانسر في جسدها الان باسم يسوع. الان سلطان حضورك، يمجد اسم يسوع من هذا الأمر باسم المسيح. لا نمتلك إلا الإيمان يا رب، وبنطلبك كده، وعدك لينا كل ما نطلبه بالإيمان نناله. ننتهر هذا المرض باسم يسوع. ليس لنا فضة ولا ذهب، ولكن ما هو لنا إياه نعطيك باسم يسوع المسيح. تكوني مشفية من مرضك باسم يسوع. الآن لا وجود للكانسر باسم يسوع. تحاصر كل خلايا سرطانية في جسدك باسم الرب يسوع المسيح. ننتهر للخارج باسم يسوع، يغادر جسدك ولا يعود ليك باسم يسوع. يمجد اسمك في كل الأرض، يمجد اسمك في كل الأرض، ويعلن عن قوة اسمك وقوة حضورك من خلال أختي. كل هذا أنا مصدق يا رب، وأنا مصدق وأنا مصدق وأنا مصدق أن لمسة حضورك تطهرها من المرض، تطهرها من الضعف، تطهرها من الكانسر باسم يسوع. ولا وجود للكانسر الآن. أنا بشكرك لأنك سمعت يا رب، أنا بشكرك لأنك استجبت يا رب، أنا بشكرك يا رب أنك عملت معاها معجزة. أنا شاعر بحضورك وبقوة حضورك. الكانسر خارج جسدك الآن باسم يسوع. هللويا هللويا هللويا. أمين 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 أمين. الرب سمع وصنع باسم يسوع. أمين. معنا اتصال. ألو، سلام المسيح، تفضلوا. هو معك أيضا يا أخي صفا. أهلا وسهلا أختي المباركة. الرب يباركك أكثر أنت وأخي. أمين يباركك. الرب يقويكم بدون عمل الرب. وين ما تروحون ربي يكون معاكم في كلمته. هو ليس لنا غير ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح الصانع المعجزات، الشفاء الكامل لكل المرضى. فهو طبيب صالح وأمين، وليس لنا طبيب غيره، لأنه عظيم وحبه الذي هو فدانا بدمه على الصليب. نشكرك يا رب لأنك نقيتنا ونظفتنا بدمك الغالي الثمين. أحبك يا أبي في كل يوم وفي كل لحظة، لأن اسمك مكتوب ومحفور في قلبي. فأنا ابنتك، تشفيني يا رب الآن بصلاة الإخوة والإيمان والثبات بك يا رب. سأبقى أنتظرك إلى الحياة. وشكرا للرب الإله. أمين أمين أختي المباركة. أمين. عندك طلبة صلاة صلي لك هسه. شنو طلب صلاة مالتك؟ أنا بصراحة قبل 20 يوم
سويت فحوصات وهاي وطلع عندي ديسك بين الخامس والسادس يعني بالرقبة. فقال لي طبيب لازم رأسا نسوي لك عملية نحضر لك كل شيء وتقررين منا الإشارة الثالث. صراحة أنا رفضت خليت الأمر كله بإيد الرب وما أريد أسويها بحيث يعني أنا أشوف الرب هو راح يعالجني وراح يشفيني مثل ما شفاني أول مرة وظهر للدكاترة وهم تمجدوا اسمه هم شافوا قالوا هذا مو عملنا عمل الرب. فأنا دا أنتظر إشارة من الرب هو بحيث عندي ألم أنا ما أقول ما عندي بس بقوة الرب وباسمه وبالإيمان أنا راح أشفي بدون عملية. أمين. يعني أنت لازم يسوي لك عملية على مود أنه الفقرات ترجع صحيحة صحيح؟ يا أنا قبل نسوي لي من الركبة للظهر وعندي تقريبا 14 ديسك يعني برغ بين الديسك والديسك وست سبع راسات بس ورا العملية بثلاث أيام تخربطت وكل شيء وقف المثانة والكلى والتسمم يعني بحيث رحت انتهيت وتمجد اسمه وإجا وحضني وصعدني وهو صار ريش ودخل وتمجد وخلال ماكو خمس دقائق كل شيء قعد مكانه وهم شهدوا رأسا من أنا صحيت قالوا لي I think شفتي جيسوس قلت لهم يا وانا بأمريكا. أمين. يعني إنه أنت بس هسه يريدون يسوون عملية ثانية لو إنه لا ماكو عملية ثانية؟ بلي هو قال هسه سوينا مرة الأخ الدسك وهذا أكو واحد دسك الأخ طالع على الصفحة مال اليمين وراح يأثر على النخاع مال الركبة والظهر والرأس حتى. زين خليتو يانا هسه نصلي لك أمين. والآن تختبرين نار الحضور الإلهي وقوة الملكوت على جسدك الآن لتشفيها باسم يسوع. ترجع الفقرات في المكان الصحيح ولا تحتاجين لعملية باسم يسوع. ليس بقوتنا ولا بقوة ولا بقدرتنا لكن الذي لنا إياك نعطيه. أمين أمين أمين. وحسب إيمانك يكون لألك ما دام أنت آمنتي فمبارك لألك. أمين. غمض عينك غمض عينك وارفع إيدك. أمين أمين. وحط إيدك على الرقبة أو المكان اللي فيه الديسك. أمين. حط إيدك تقدرين يا رب يسوع. يا رب أنا أصلي الآن نيران الروح القدس. أنا أصلي الآن بنتك يا رب نهلة الآن تختبر الآن الحضور الإلهي الآن قوة الملكوت لشفائها الآن نيران الروح القدس. يا رب إيدك يا رب تلزم الفقرات وتعدلها الآن وترجعها باسم يسوع الآن. قوة الآن باسم يسوع. قوة الآن باسم يسوع. روح الله نحن نسأل الآن لمسة لا للعملية لكن نعم للشفاء الإلهي الآن جسدها الصحيح باسم يسوع. هاليلويا. مبارك لإلك لأنك أنت آمنتي فكان لك. اذهبي لأن إيمانك قد شفاك باسم يسوع. ليس بقوتنا ولا بقدرتنا لكن لاسم يسوع. ينحني كل ركبة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض الآن. نيران الحضور الإلهي نيران الروح القدس تمتد في كل جسدك وتقطع كل يد إبليس وأصابع إبليس بالمرض وكل أصابع إبليس باللعنة تنكسر الآن باسم يسوع. الآن أنا أعلن سماء مفتوحة على رأسك وأنا أعلن دم المسيح باسم يسوع. آمين آمين. أختي المباركة بعد شوي أنا نعم. إيش حسيتي وإحنا دا نصلي؟ صراحة نفسي يعني كان ضيق وورا كتفي يعني هذا النفس يعني دا يضايقني هواية. هسه هذا النفس طلع. ألو هللويا. صلي الآن باسم يسوع إبراء جسدك من كل مرض ومن كل تعب ومن كل أصابع إبليس الآن. يهرب إبليس. أنا أعلن دم المسيح. أنا أعلن إيد الرب الآن كمل بالفقرات. أنت ما راح تحتاجي تسوين عملية لأن الرب شفاكي باسم يسوع. ليس لنا أمين. أرجعي واشهدي عن الرب. قولي أنا آمنت بالرب
وإلهي شفاني باسم يسوع. أمين أمين. ليس اسم آخر تحت السماء غير اسم ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. أمين أمين. مبارك لإلك. أمين أمين. أنا أصلي الآن ملء الروح القدس. استقبل الآن ملء الروح القدس. أمين. الآن مل 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 الروح القدس. مجد الرب عليك الآن. يمتلك الآن بالكامل الآن قوة الملكوت على روحك وجسدك وقلبك الآن باسم يسوع. آمين آمين آمين. أختي المباركة الرب يباركك ويستخدمك باسم يسوع. آمين. مبارك اسم الرب اللي الرب شفاكي وحرر جسدك باسم يسوع. آمين. المجد كله للرب يسوع وحده. أمين. معانا اتصال. ألو. سلام المسيح قوة الملكوت. تفضلوا. سلام المسيح معاكم أخوتي. معاك أيضا أخوي المبارك. شلونكم؟ الله يبارككم. احنا زينين نشكر الرب. أخي صفاء شلونك؟ أنا زين نشكر الرب. أخوي المبارك الحمد لله. أريد طلب الصلاة من أجلي أنا، يعني عندي برود روحي، يعني ما أعرف شو، يعني مرة يكون حار ومرة يكون بارد، فأريد يكون دائما حار، يعني أريد طلب الصلاة دائما، يعني أشعر بأنه أنا أحتاج صلاة، يعني بصراحة عندي برود روحي كثير. عندك برود روحي صح؟ نعم. أوكي آمين. خليك ويانا، القسيس راح يصلي لك وراح تختبر نيران الروح القدس، والرب يريد ينقلك من مجد إلى مجد. الرب يريد يكمل وياك. استقبل الآن نار الروح القدس لتحرق كل أصابع إبليس وربوطات العدو، الآن تحرق باسم يسوع. قسيس حبيبي آمين. خليك معنا أخويا. أنا قبل ما نصلي أنا محتاج أخويا اللي بيتكلم حاول تسمعني كويس، في حاجة مشغولة أقولها لك بالروح القدس. الرب كان وعدهم انهم يدخلوا ارض كنعان في عبور الاردن في يسوع ثلاثة، لكن كان في شرط. خد بالك من الشرط ده، مهم جدا، ان الكهنه حامل التابوت اللي هو رمز الحضور ربنا، لازم الكهنه ارجلهم في الاول تنغمس في مياه الاردن عشان ينطلق الاردن. كان ينفع يقفوا برا الأردن ويقولوا للرب لا شب الأردن الأول وبعدين احنا نعدي، لكن كان اتفاق الرب عندما تنغمس أرجل الكهنة عامل التابوت في مياه الأردن سينفلك الأردن. أنا عايز أقول لك في حاجة في حياتك لازم تحط رجلك فيها، في شيء ناقص في حياتك، عشان كده سابق البرود وسابق اليأس والإحباط وحسيت انك الحياة مع الرب شبه فاترة وضعيفة. لازم تحط رجلك في مياه الأردن، مياه الكلمة، لو كانت المياه رمز للكلمة لازم تحط رجلك في علاقة وشركة مع الرب. لازم كمان تحط علاقة وشركة وقعدة في حياتك عشان تلمس الحضور الإلهي، عشان تبقى شايل التابوت، عشان تشيل التابوت على كتفك. انت محتاج المية اللي هي كلمة الله، أنت محتاج تنغمس رجليك بشركة عشان الله يفلك أو يشب قدامك الأردن. وده تكون نصيحة مني ليك في اسم يسوع، أنك ترجع للمخادع بتاعتك، ترجع للحتة اللي الله يبدأ فيها الانتصار بتاعك. أنا بصلي في اسم الرب يسوع المسيح الآن، يا روح الله المس بي حضور غير عادي الآن، يختبر نيران روحك اللي تشعل كل فتور. أنا بصلي وأنا مصدق إنك إله عظيم، تكسر تقطع كل ربط. لو في ربط في حياته تتقطع، لو في قيود في حياته تتقطع باسم يسوع. ياخد قرار في نفسه الآن يا رب، كل أمور ربطه بالعالم وربطه بالشر وربطه بالبعد بعيد عنك وسحبته وأخذته برا السكة وبرا الاتجاه، تنقطع في اسم يسوع المسيح. لمسة نار حضورك تحرق كل شوائب، تحرق كل أمور صارت فيها عبودية، صار فيها لذة باسم يسوع.
نار حضورك الآن تلمس روحه بقوة الروح القدس باسم يسوع. بصدق انك بتسمع ولي كل المجد. هللويا. مثل ما ذكر اخونا القسيس، املأ روحك من المياه وراح تخرج من بطنك انهار مياه حيه. امين. لكن يجب ان انه روحك تكون متشبعه بانهار المياه الحيه. كلمه الله كالمطرقه تحطم الصخر باسم يسوع. امين. والهنا الهنا نار اكله باسم يسوع. هو امامك يحرق كل اعدائك، يعني كل ارواح الشر. الو، سلام المسيح. معنا اتصال ثاني، قوه الملكوت، تفضلوا. سلام ونعمة أخويا. سلام المسيح أختي المباركة. ربي يبارككم يا أخواني وخدام الرب الأفاضل. وربي يزيدكم من المسحة ومن قوة روحك القدوس. أنا ترفعت طلب الصلاة أو أمين رح تشوفها، بس حابة أشارك معاكم اليوم بحاجة مختلفة إذا سمحت لي. حابة أكيد تفضلي. وصلي ترنيمات بيت واحد أنا أعلنه على نفسي وعلى كل أخ وكل أخت مقيد أو مريض بأي نوع من الأمراض، روحي نفسي جسدي. إذا سمحت لي نرفع هذه الكلمات مع بعض ونرنمها مع بعض إذا سمحت لي أخي الفاضل. يمكن هو شيء جديد لكن روح الله يحاصرني بين أعلن هذا الشيء. أمين. تفضلي. أنت عظيم عظيم يا الله. أمين. أنت عظيم 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 يا الله، عظيم في محبتك، عظيم عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفائك، أيضا في شفائك. أمين. أمين 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 أختي المباركة. الرب يباركك ويستخدمك. أمين. عندك طلبة صلاة؟ ألو؟ صلاة عندك؟ نعم أنا حط وضعت الصلاة عندك وترفع بيتي وخصوصا ابني محتاج إلى شفاء. صلوا لأجلنا وأنا أثق أنه هو صالح وأمين وعظيم. أمين. وسوف يجري عجائب. خليكي معانا وغمضي عينك باسم يسوع. يا رب يسوع انا اصلي الان من اجل بنتك ومن اجل بيتها. انا اصلي الان يا رب انه انت تكون حجر الزاويه في ذاك البيت يا رب. كل بناء يا رب يبنى على حجر الزاويه يكون صحيحا. انا اصلي الان يا رب كل قرارات خاطئه الان يا رب تحرق بنار الروح القدس يا رب. كل يا رب خطوات خاطئه انت تعوض يا رب وتصحح المسار يا رب وتجعل المسار صحيحا باسم يسوع. كل جروحات أنت تشفيها، كل أمراض أنت تشفيها الآن. أنا أعلن دمك على حياتهم، أنا أعلن قوة الملكوت، أنا أعلن لك ملك ومخلص على ذاك البيت باسم يسوع. أنا أعلن حرية لروحك في ذاك البيت تتجول، تحرق كل أرواح الشر وكل إبليس اللي دخل وأصابعه في كل مكان تحرق الآن باسم يسوع. كل أرواح سحر وعيافة وعرافة لا على شعبك ولا على ذاك البيت، نار الآن روح القدس وعلن دم المسيح باسم يسوع. أمين. أمين أمين. ربي بارككم. أمين. استقبل الرب يريد يصحح المسار، يريد كل خطوات أخذتوها غلط الرب راح يصححها. لا تقلقين. الرب يقول لك راح أعوضك. أمين. اتكلي على الرب، لا تقولي الانكسر ما يتصلح، لا الانكسر راح يتصلح ورب راح يحوله لمجده هو. امين. راح يحول كل شر الى خير. انا ما اعرفك لكن الرب اللي دا يقول لي اياه دا اقول لك اياه، الرب راح يصنع امور عظيمه في بيتك
وفي أولادك باسم يسوع، لأن الرب يرى، يرى صلواتك ويرى، لكن الرب يقول لك لا تحزني، لا تحزني، لأن ما أنا صانعه معك ومع بيتك رهيب باسم يسوع. أمين. هذا من الرب لك، أنا ما أعرفك لكن الرب يعرف اللي ده يوصل لك الكلام. أمين. قسيس، ما باقينا دقائق قليلة وعدنا طلبات كثيرة. أمين. خلينا نصلي من أجل الطلبات. أمين. أنا حصلي من أجل أخت، خلينا نصلي من أجل أخت تقول أخي ممكن تصلوا لي، أنا تعبانة نفسيا وما أعرف شنو شيء مو طبيعي، أكو فديأس يسيطر على ما أحب الحياة، ومن حالتي كل يوم أقعد من النوم أقول راح أقوم من هالحالة بس ترجع نفس الحالة. تقول أنا أكره الحياة، استسلمت، تدعو لي رجاء، مع أني مسيحية لا أؤمن بشيء اسمه إبليس لكن أحترم المسيح. ها ممكن رجاء، مع أني يمكن هي أخت غير مسيحية، ولا أؤمن بشيء اسمه إبليس لكن أحترم المسيح وأحب وأحبه كلش. أمين. أنا أصلي أنه هاي الأخت هي غير مسيحية، أمين، لكن أنا أؤمن الآن تختبر حضور الرب. أمين. قسيس، خلينا نصلي قسيس، خلينا أنه نفتح قوة السماوات على ذاك، على حياة أختنا، تختبر الآن محبة المسيح الفائقة المعرفة باسم يسوع. وكل أرواح سحر، أنا شايف أنه أكو أرواح سحر وأكو أرواح عيافة في ذاك الموضوع، فأنا أصلي الآن تقطع، وكل حجاب، كل حجاب الآن يحرق بنار الروح القدس باسم يسوع. قسيس، أمين. خلينا نصلي باسم الرب يسوع المسيح. يعلن اسمك لتلك النفس يا روح الله، أنت الكلمة التي كانت في فكر الله. يعلن ليها يسوع بقوة حضوره، بقوة شخصه باسم يسوع الآن، يحاصر ذهنها حضور الله في اسم المسيح. احنا نعلن قوة شخصك وقوة حضورك يا رب. ما نعرفش نوصلها ازاي ولا هنقنعها ازاي، لكن مكتوب كده عنك ان محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. يا رب محبة الله تنسكب في قلبها الان بقوة الروح القدس. احنا بنعلن هذه الكلمة على حياتها باسم يسوع. لو في اسحار او عرافة او امور لا تليق بشخصك الان قصاد اسم يسوع، تنهار هذه الاسحار وهذه الربط تتقطع باسم يسوع. اسمك كافي، اسمك فيه السلطان، اسمك فيه القوة اللي تقدر تحرك كل شيء وتتلف كل انيار وكل قيد. كل هذا في اسم الرب يسوع المسيح. يعلن اسم يسوع في هذا الوقت في اسم المسيح على حياتها لكل المجد. هاليلويا. يا رب نيرانك تحرق يا رب كل سلطان إبليس وكل حجاب الآن باسم يسوع. إن كان حجاب يا رب هي تعرفه وما تعرفه الآن يحرق الآن باسم يسوع. أنا أصلي الآن كل روح يأس، كل روح حزن، كل روح موت، روح الموت، أنا أخاطبك الآن أن تحرق باسم يسوع، تحرق بنار الروح القدس الآن باسم يسوع. أنا أمرك برا جسدها الآن باسم يسوع، برا جسدها الآن باسم يسوع. أنا أعلن دم المسيح عليها الآن باسم يسوع. هللويا هللويا. أمين. هللويا هللويا هللويا. أمين. قسيس، أختي اللي إحنا صلينا لك رب لمسك، أتمنى تكتبين، لأن أنت كتبتي قبل شوية. أمين. أتمنى تكتبين اللي إحنا من صلينا شنو حسيتي. أمين. أمين. أنا أؤمن أنه الله صنع معك أمر. أمين. أنت سوف تكونين بنت للرب. أمين. أمين. أخ صفا، أرجوك صلي لأجل الأولاد، خواتي عندهم ضمور العضلات، ماريا ومارسيلا و أمين، مارسيلا وماريا ومارسيلا وسيفو. أمين. أمين. يا رب يسوع، أنا أضع يا رب الآن باسم يسوع يا رب كل
يا رب ضمول عضلاتنا، وصلي الآن يا رب باسم يسوع، نبض الروح القدس، نيران الروح القدس، لمسة الروح القدس على كل عضلات الآن، لمسة شفاء الآن، قوة الملكوت على ذاك الأجساد يا رب، بناتك باسم يسوع، ماريا مارسيلو يا رب، أولادك الآن قوة الملكوت الآن لشفائهم الآن يا رب، يا رب يقمزون يا رب يتنططون، لأنك أنت الآن شفيتهم باسم يسوع. هاليلويا هاليلويا، يهوى رفا الرب الشافي. أمين أمين. عندنا طلبات، أرجو صلاة الحارة من أجل بنتي، عينها مريضة وقلبها ونفسيا، من أجل ابني أنا مريض بالسكر والضغط والكوليسترول، من أجل زوجتي أيضا مريضة، أرجو صلاة من أجلي باسم يسوع، من أجل الشفاء والتحرير يا رب يسوع. أنا أصلي من أجل يا رب كل الطلبات يا رب باسم يسوع، سكر وضغط يا رب، من أجل يا رب كل هذه الطلبات الآن شفاء باسم يسوع. أنا أصلي الآن يا رب كل طلبة رفعت وكتبت يا رب الآن شفاء يا رب، كل سكر، كل سرطان، كل يا رب أمور نفسية الآن تحرق بنار روح القدس يا رب. أنا أصلي من أجل أولادك وبناتك اللي طلبوا الطلبات، صلي الآن يختبرون السكيب الشفاء الإلهي الآن باسم يسوع، لكي يعلو اسمك، مجد اسمك في وسطهم الآن باسم يسوع. أنا أعلن براءة سادهم من كل أمراض، أنا أعلن اسمك يهوى رفا الرب الشافي على حياتهم الآن باسم يسوع. أنا أصلي شكرا لك، أنت صنعت يا رب، أنت سمعت وصنعت باسم يسوع. أمين أمين. الرب يبارككم. أمين. قسيس حبيبي الرب يباركك ويستخدمك. طبعا الوقت انتهى، أنا آسف. أنا أشكرك من أجل وجودك يا رجل الله المبارك، أنت شرفتنا والرب استخدمك في وسطنا، وأيام الجاية رح الرب يستخدمك أكثر. أمين. في وسطنا الرب يباركك ويستخدمك. أمين. أعزائي المشاهدين، أشكر الرب من أجلكم. أنا أوعدكم أمام الرب راح أقرأ طلبات الصلاة وراح أرفعها أمام عرش النعمة، وعد أمامكم وأمام الله، وأنا واثق أنه أكو طلبات. رجاء الرب من صنع معك مؤجزة، أرجع أشهد، مو على مود تنطينا كريدت، على مود تنطيه هو الكريدت، على مود تعلي مجده هو. أمين. تشهد الرب تقول له شكرا. أمين أمين. أنا أؤمن أمين أنه كل صلاة رفعت الرب سمعها، رب شفى وصنع أمور عظيمة في حياتكم. أمين. ربي بارككم، انتظرونا الأسبوع القادم من قوة الملكوت، سلام المسيح وحماية دم المسيح على كل واحد من عندكم. امضوا بسلام، سلام الرب معكم.